رجعنا معكم بعد الفاصل لنكمل بالمطبخ لليوم السبت مع الشيف ماهر دوود. شو يا شيف؟ نبلش بالشوربة. يلا نبلش نحكي عنها شوي. يلا اليوم هي يعني مكوناتها راح يكون فيها عنا عدس ورز وبصل ناعم وثوم ناعم وسمن بلدي ولبن جميد فقط لا غير. الأكل هذا من الأكلات السريعة بتحضير سريعة التحضير وكثير طعمها مستصاغ وزاكي. أنا على فكرة ما بعرف. راح نعرفك عليها اليوم. راح نحتاج لنص كيلو عدس حب وفنجان رز منقوع أو مطبوخ طبعاً راس بصل ولتر شنينة وقرص لبن جميد واثنين سن من التوم. بس شفتي المزباس تبعها سهل كثير. وفي ملعقتين سمن بلدي. وفي معلقتين سمن بلدي. لما نجيب شوية سمن. يعني هاي الشوربة بده يكون طعم اللبن فيها كثير واضح. هذه لبن. هي لبن. لبن مع رز مع عدس. حطينا معلقتين السمنة. وننزل البصل الناعم مفروم. يا الله شو بحب ريحة البصل. بحب ريحة البصل كثير. بحب ريحة التوم. طبعا هذه خلاص هيك تقريبا شبه جاهزة. بنحط لها شوية كمان لتها بشوية زيت زيتون. زيت زيتون كثير بعطيها طعم تيست رائع. وزيت زيتون بفتح البرغل كمان والعدس وبعطيها تيست مرتب. البصل بس ينقلي طعمه. طبعا بيختلف. أو ريحته أصلاً. حمصنا البصلات. بننزل العدسات. اليوم يوم العدس العالمي. كله اليوم عدس بعدس. حبينا اختار اليوم الأكلة هات هيك مفيد. بعدين زي ما قلنا العدس مفيد وطيب والله. بدفي بتقول لك ليلى بدفي. يعني حتى تحضيره كثير سهل. سهل جدا. هي اليوم الطبخة مريحينك. أنا مريح. طبخة اليوم ما في أسهل منها. يعني أي ست عندها مشوار عندها كذا خليها تتابعنا. على طول تحطها الرزات. إذا كان منقوع أو كان مسلوق أنا جبته مسلوق لأنه فيش وقت عشان تطلع معي الأكل هون. يعني إن شاء الله دانا اليوم تلحقنا تحضرنا. مين؟ عشان دانا. عشان أنا متزوجة جديد. بدها تطبخ يعني. لحقنا تحضرنا على السريع عشان هيك تمشي حالها. بما انها امراه عامله طبعا. جميد والشنينه خلطته مع بعض. انا جميد نقعته قبل وقت بساعه ساعتين بعدين ضربته على الخلاط. نرجع بنحطه بهالشكل. شفتي نخليه يغلي حتى يتجانس كله مع بعض البعض. هلا خلينا نرجع لموضوع البطاطا عشان سيرين. هاي حبه البطاطا بدك تعرف كيف بتتقطع البطاطا وكيف بتنعمل البطاطا الوجز. هلا بنيجي بناخذ البطاطا من النص. اخذناها من النص. طبعا البطاطا الوجز ما بتتقشر. خليها بالشكل هذا. يعني بس تغسل البطاطا كويس. هلا بالشكل هذا من النص اخذنا ايش طلعت معنا بالشكل زي يعني زي الاصبع تقريبا بس على عارض شوي. بالنص وصلناها. بالنص. اذا شفت الحبه هذه من غير الحبه بنرجع من كمان من النص نعطيها شكلها كذلك الامر. بنكمل تقطيع البطاطا بالشكل هذا. هاي عمليه تقطيع البطاطا يا سيرين سهله كثير. بدهاش اشي. هلا بدك اياها تطلع مثلا وجز تقليها بتعمليها بتسلقيها نص سلقه بالمي السخنه ضن. بعد ما تسلقيها بتجيبيها بتبرديها بعدين بتحط عليها البهار اللي انت بتحبيه. هو البهار
الفاهيتا المكسيكي. ممكن تحطي ما عندك، تقدر تحطي ملح وفلفل وشوية كمون خفيف وشوية بابريكا وتبليهم مع بعض، وبعدين بتحطي عليها نشا مع البطاطا كلها، ويكون الزيت حامي وبتقلي البطاطا في الزيت، فبتطلع معك كريسبي وفيها تيست. عن جد طعمها بطلع زي طعم اللي بعملهم بالمطاعم، يعني ما هو نفس الشيء، نفس المبدا. هلا الشوربه معلقه سمن، طبعا هذا اللي بحب يحط التوم، ما بحب التوم ما فيش داعي له. بس قلت لنا انه الشنينه والجميد مع خلطتهم مع بعض. بعد ما خلطتهم درتهم على الرز بالعدس مع البصل وشوية السمن اللي حطيناهم، بتطلع مش لازم تطلع ثك كثير. حسيتها انا مش كثير ثك، يعني مش لازم تطلع ثك كثير، يعني شوربة في الاساس انها شوربة. هلا اللي بحب يحط الثوم بحطوا، ما بحطوا بسموها القدحه تبعتها. هيك بكون احنا عندنا المجدره خالصه. في لبن ولا؟ نعم في لبن، نشتري لبن. هذا غدانا. هلا بنجيب لك لبن من هون. بحط لك عليه خيار ولا بدون لبن؟ لا بدون لبن لحاك وسلطة. وليلى هي كمان ليلى بدها. أهم شيء السلطة. في كثير ناس بيعرفوا المجدرة مع البرغل شيف؟ ما أعتقد. بعرف المجدرة مع الرز. أغلب الناس تعرف المجدرة مع الرز، بس إنه يعني حبيت أعملها بالبرغل لأنه الناس مش كلها بتعرف إنه البرغل بنحط مع المجدرة. تيم مكسورية صح؟ أنا لا، ستك سورية. أسأليها عن مجدرة البرغل. تعرفها؟ أكيد. بسألها، بس أرجع البيت بسألها. بس امي بتعملها مع رز، ما بتعملها مع برغل. احنا قلنا لك بتنعمل مع رز، بس انه انا اليوم حبيت اعملها بالبرغل. لانه البرغل كمان طيبه يعني. يلا هلا بدوقها زاكي عشان خلص نعتمدها. اعتمديها وحطيها على هلا التوم. هي بلشت الشوربه عندي تغلي. التوم نعمل له قدحه. شوية ملح بس خفيف، مش كثير يعني. على الشوربة، لأن الجميد دائما بيجي شوية الجميد مالح. الجميد والشنينة بيكونوا مالح. الجميد مالح والشنينة حامضة. فهي لها اسم ثاني كمان، يسموها الشوربة الحامضة. حامضة. فلازم بيطلع. ونص معلقة كركم خفيف بس عشان اللون. التومات بس بلشوا ياخذوا لون مع زيتاتهم. مع الزيتون حطهم تقلايه يعني. ها تقريبا خالصة، بس هي بدنا اياها تتسبك مع بعضها شوي، بس يتعب يعني اعتبار جاهز. بعرفش ضل وقت ولا ما ضل. اذا ضل وقت بقول نرجع نحكي عن الويدجز، لانه في كثير ناس بحبوا
وجزز ما بعرف يسموها. شفتوا كيف قطعت؟ شفنا أعتقد سهلة من النص وبعد النص من النص، وإذا شفتي كانت حبة البطاطا عندك كبيرة من النص بظلك يعني شغالة من النص من النص فتوصل الحجم اللي أنت بدك إياها. بطاطا بتسلقيها نص سلقة يعني من نص لثلثين استوى مش مشكلة يعني، بس ما تخليها تستوي البطاطا كاملة، لأنه وبعدين بتجيبيها برد البطاطا حط عليها ملح وفلفل وشوية بابريكا شوية بهار مكسيكي إذا تعرفون الكل موجود بالأسواق يعني سبايسي بيجي شوي ترشي عليه، وبعدين رشة نشا على البطاطا مع دعكة مع تتبيلها يعني مع بعض، وقلي البطاطا بالزيت بس ما يكون حامي كثير ولا بارد كثير، راح تأخذ نتيجة إن البطاطا صارت كريسبي وأخذت طبقة مع النشا والبهار من فوقها، بتاخذ طبقة تانية فبتطلع بتشهي. هذا بالنسبة للبطاطا، وإحنا جاهزين لأي سؤال تاني حابه تسأليه. خلص الشربة خالصة. أنا يعني قلت لك الأساس فيها إنه يكون العدس مسلوق والرز مسلوق. هلا أنا مثلاً ست البيت نقعد شوية رز، مش ضروري تسلق الرز بتعاد ترجع تحطه على الشوربة، لا مجرد ما حطت البصل والعدس تنزل الرزات معه نيات ما يكون مقعد شوية، أو حتى بدون نقع يعني ما مش ذات أهمية كثير، تنزلهن وبتخليها تغلي ومع الغليان المي واللبن والرز الرز بستوي لحاله. طيب. بس أنا عشان الوقت كنت انت اوريدي انا بكون حاطه الرز. هيك الشوربه عندنا جاهزه، يعني لا جامده كثير لا رخوه كثير، متناسقه كلها مع بعضها بتكون. وهي هيك. طيب شوف يعطيك العافيه. الله يسلمك. خليني ادوق. ايش الشوربه لاني سخنه كثير زاكيه تمام، فيها هيك طعم جميل وشنينه بس مش كثير قويه الطعم. كل ما بغلي كل ما بعطيكي وقت كل ما بعطيكي طعم اكثر. لا عن جد زاكيه. ادوق البرغل. أسكى من الرز ولا ما أقول؟ كثير زاكي. السؤال أسكى من الرز ولا؟ استنى شوي أفكر. لا على فكرة الاثنين زاكي، رز زاكي وهذا زاكي. نفس المبدأ. أنا كثير بحب المجرد. النشويات وهذا النشويات بس. طيب، إذا هيك إحنا خلصنا لليوم. صحتك العافية. يعطيك العافية، خلص يوم الثلاثة سوشي. خلص يوم. نستناك بالسوشي يوم الثلاثة. أوكي شكراً لك. بدي أذكر بالبحر الميت قبل ما ننهي اليوم دنيا يا دنيا، ابعتوا على الويب سايت، فوتوا على الويب سايت عشان تصوتوا للبحر الميت على n7w.com، وكمان لكل اللي بيحبوا يبعتوا SMS بتقدروا تبعتوا مسج على الرقم الظاهر على الشاشة 94089، تكتبوا البحر الميت بالعربي أو دات سي بالإنجليزي، ما تنسوا تصوتوا كتير مهم تصوتوا. صوتت طبعا مسج ولا ويب سايت؟ والله على الثنتين. طيب إذا هيك كونوا زي الشيف ماهر وصوتوا زينا كلنا زي ما إحنا عم نصوت معنا ل 11-11 لحتى يفوز البحر الميت بعجائب الدنيا السبعة. بدنا نذكر بالفيسبوك آخر إشي حطيناه أكيد ظهر قدامكم، اليوتيوب وغيره facebook.com/dunyayadunya، وعلى اليوتيوب زي ما هو مبين قدامكم تقدروا تشوفوا كل فقرات دنيا يا دنيا، والويب سايت زي ما هو مبين قدامكم على الشاشة. واخيرا لاي اقتراحات لاي استفسارات dunya_yadunya@ruya.tv. بكره بنشوفكم بنلاقيكم بصباح جديد وموعد جديد على الساعه 8:30. استنونا بكره بدنيا يا دنيا. باي باي.